هسيبكم دلوقتي مع تقرير عن الكتب الأكثر مبيعاً أو تقرير البست سيلر لشهر نوفمبر. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً خلال شهر كامل، نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب شهر نوفمبر بين الروايات والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. ويأتي في المركز الثاني كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. تحتل المركز الثالث رواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل. في المركز الرابع جاءت رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.